إلى من يحملون رسالة سامية تضاف إلى رسالة المعلم، فهم يسهمون بتنشئة أبناء الشهداء رمز العطاء والتضحية، ودورهم اليوم في متابعة طلاب المدرسة في مدارس أبناء الشهداء. معنا الرائد باسمة إدريس من مدارس أبناء الشهداء. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم بهي المدارس العريقة والقديمة اللي متفردة بكل الوطن العربي. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك سيادة الرائد. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية أكيد نترحم على كل شهداء سوريا مدنيين وعسكريين، واليوم أنتم عندكم مهمة إنسانية تعليمية تربوية ضمن مدارس أبناء وبنات الشهداء. خلينا نضوي أكثر على مدارس بنات وبنات الشهداء. نحكي اليوم عن نظام التدريس، نحكي اليوم شو اللي بيميزه عن المدارس العامة بشكل عام. بالبداية الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار من مدنيين وعسكريين والشفاء العاجل لجرحنا. بالنسبة للمدارس، هاي المدارس اللي أسس القائد الخالد حافظ الأسد، تكرمة لأبناء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر لأبناء الشهداء. هي مدارس تابعة لوزارة التربية عمليا من ناحية النظام التدريس اللي موجود فيها. متفردة من ناحية هي مدارس داخلية، يعني هي بالفترة الصباحية هي مدرسة تعليمية مثل أي مدرسة موجودة بسوريا. نعم. بعد الظهر هي بيت، هي مكان لدراسة الطلاب، هي متابعة لإلهم. سيادة الرائد، خلينا نحكي اليوم عن الفئات العمرية لدخول أبناء وبنات الشهداء لهدول المدارس. تمام. هلا المدارس، مدارس ابناء وبنات الشهداء بتاخذ الطلاب من المرحله الابتدائيه وحتى انهاء المرحله الثانويه، شهاده التعليم الثانوي. طيب خلينا نحكي اليوم سياده الرائد، نضوي اكثر على اساليب التدريس ضمن المدارس. اليوم نحكي عن المختصين، الكوادر الموجوده ضمن المدرسه، اكيد كل كادر مختص تابع لفئه عمريه محدده من الاطفال، يعني نشرح اكثر يعني عن هي القصه. تمام. مثل ما ذكرت لحضرتكم، بالفتره الصباحيه نحن عندنا مدرسه نظام كادر تدريسي صباحي، ابتدائي، مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية، مرحلة ثانوية. بفترة بعد الظهر بيبدأ هون عمل المدرسة الداخلية. المدرسة الداخلية هي الكوادر الموجودة فيها هي من كافة الاختصاصات. الإرشاد موجود، الكوادر الإرشادية موجودة، الكوادر التعليمية، العلوم، فيزياء، رياضيات إلى آخره، بالإضافة لكوادر اللي تعنى بالأنشطة اللي منتابعة لطلابنا. تمام. سيادة الرائد، كيف اليوم المدرسة عم تراعي طلابها وتزرع فيهم قوة الإرادة رغم كل الصعاب يمكن، وخاصة بعد فقدان الأب هي المرحلة، وخصوصا المراحل الأولى لدخول الطفل لهي المدرسة؟ هلا نحن هون في عنا كوادر إرشادية هي اللي عم تشتغل على ناحية النفسية للطالب، خاصة الطلاب الجداد. يعني بأي مكان الولد الصغير أول يوم بالمدرسة بيروح بيكون عم يبكي وكذا، هو بحاجة ممكن كلمة حلوة، بحاجة ضمة من مشرفة أو أي شيء حلو يرغبه بهذا المكان. فنحن الكوادر الإرشادية الموجودة عنا عم تشتغل على هذا الشيء. بالإضافة نحن ككادر إداري موجود بالمدرسة كمان عم نشتغل على هاي الناحية، لأن الطلاب بالنهاية هذول أمانة برقبتنا ونحن على طول على تماس مباشر معهم. طيب خلينا نعيش معكم يوم ضمن هاي المدارس ونعرف من خلالك اليوم، قلتي بعد الظهر نحن بيت، نحن أسرة كاملة. اليوم هدول الطلاب المتواجدين من جميع المحافظات السورية هنون أخوة، اليوم عم تشتغلوا لتعمقوا هاي الروابط. اليوم كيف عم يقضوا هذا الوقت؟ كيف عم تكون علاقتهم ببعضهم؟ كيف أنتم اليوم قادرين تعززوا هاي العلاقة، علاقة الأخوة بين الطالبات اليوم؟ تمام. هلا نحن بس خلصت المدرسة الصباحية، خلصوا دوام، هنون عندهم وقت للراحة، يقعدوا مع بعض، يقعدوا مع مشرفاتهم، نقعد نحن وياهم، حتى يعني في عنا جلسات نحن معهم للطلاب، مندردش شوي معهم. المشرفات اللي متابعينهم للطلاب، كل مشرفة هي مسؤولة عن عدد معين من هدول الطلاب، تقعد معهم مشاكلهم، همومهم، ممكن نعمل لهم حلقات يلعبوا هنن مع بعضهم، بعكس يعني بما لا يتعارض مع الانشطه اللي هنن عم بيشتغلوا، اللي هنن منقاينا او نحن اللي عم ندربهم فيها، ان كان كورال، ان كان فنون شعبيه، ان كان رسم، رياضه، عزف، كافه الانشطه اللي موجوده. فوجودهم مع بعضهم ضمن هيدي الحلقات اللي هنن برغبتهم، هذا الشيء عم بيعززهم، لانه هنن ما نصف واحد، هنن عم بيكونوا من كافه الصفوف،
وجودا مع بعضه هو اللي عم بيعزز انه نحن هدول نحن كلياتنا اخوات كلياتنا تعودوا على بعض. يوم ممكن وقت اللي بيسافروا او بينزلوا عند اهاليهم بيشتاقوا لبعض، بجوز يشتاقوا يرجعوا فورا يعني على المدرسه. في منهم ما بيحبوا انه يطلعوا، انه لا نحن بدنا نضلنا هون، انه في اولاد مثلا نتيجه ظروف معينه هنن عم بيضلوا بالمدرسه، فانه لا نحن ما بدنا نروح، ما بدنا نضل معهم. تعودوا على هذا المكان. تمام. خلينا نحكي اليوم سياده الرائد، اذا في نشاطات ذكرتي حضرتك النشاطات اللي ضمن المدرسه، هل اليوم في المدرسه بتقدم نشاطات او ممكن في نشاطات للطلاب خارج المدرسه مثل رحلات او انشطه اخرى؟ تماما، نحن بالمدارس بنشارك بكافه الانشطه اللي بتقيمها وزاره التربيه. كافه الانشطه يعني سواء نشاطات الرواد، نشاطات الشبيبة، نشاطات آخرها كان تحدي القراءة العربي، الأولمبياد. يعني نحن بشكل دائم كل سنة نحن في عنا فرق وطلاب عم نشارك سواء بالتحدي أو بالأولمبياد. بكافة الأنشطة اللي بتندعى عليها المدارس نحن مباشرة، والحمد لله يعني طلابنا مبدعين يعني وجوائز وبكافة المجالات. هذا الكلام سيادة الرائد دليل انه اليوم في متابعه من حضرتكم. خلينا نقول يعني اي طفل عنده اليوم ابداع بحاجه لمتابعه، وحضرتكم اليوم متابعين. وكنا عم نحكي انه كان في مسابقه تحدي قراءه وكان ان شاء الله نتائج هيك ممتازه. الحمد لله متميزين جدا. طيب خليني نضوي على نقطه وهي التحفيز من حضرتكم. يعني اليوم وقت الطالب عنده شيء عم يعطي شيء اليوم، مفروض نحن نحفز هذا الابداع عنده. اليوم خلينا نحكي عن التكريم، عن التحفيز. اليوم شو بتعملوا لهذا الطالب او الطالب اليوم لحتى تزيدوا من ابداعه؟ هلا مثل ما ذكرت نحن على طول على اجتماعات معهم. هلا اي طالب نحن عم بيكون متميز بناحيه معينه، نحن بيشوفنا كيف فرحانين لنجاحه ولتميزه بهيدا ممكن بهذا المجال اللي ابدع فيه، تميزه بمجال معين حتى لو كان شيء بسيط. يعني نحن حتى نقوي له تفوقه او نقوي له اعتزازه بنفسه او هيدي الثقه، نحن بنذكره قدام، بنطلعه قدام كل الطلاب انه الطالب فاز بهذا المجال، برافو، بنحفز رفقاته مشان يتعلموا منه. في تكريمات أكيد من قبلنا نحن، ولكن هو نحن طلابنا بيعتمدوا على العامل النفسي هو أكثر من أي تكريم ثاني، لأنه هو يمكن هذا الطالب بس ضمه حدا يعني كان هو بحاجة هيدا الضمه. صحيح. هو بتسواله كتير. تمام. خلينا نحكي شوي عن أهمية تعزيز قيم الشهادة لأبناء الشهداء والافتخار اليوم بالشيء اللي قدموه آبائهم. تمام. هلا نحن بكافة المناسبات الوطنية نحن في حلقات بنعملها لطلابنا بالمسرح سواء بمدرسة الأبناء أو بمدرسة البنات، بنجمعهم بنحكي لهم على كل مناسبة وطنية هي عم بتمر، إنه أنت والدك استشهد صح، ولكن أنت لازم تعرف نحن ليش استشهد، كرمال شو، ضد مين. فهن نعزز لهم هيدي الانتماء، انه انا صح والدي استشهد ولكن انا موجود، انا لساتني انا بدي اشتغل لحتى كمل طريق اللي وقف فيه والدي واستشهد كرماله، وتابع لحتى تكون سوريا وضاءة، تكون سوريا عامرة، تكون سوريا مثل ما كانت سابقا ولسه مزدهرة أكثر. فنحن منضوي لهم على كافة المناسبات الوطنية اللي موجودة، منخليهم يشتركوا بهذه المناسبات، إنه يعملوا شيء، يكتبوا شعر، يكتبوا أي شيء بخصوص هذه المناسبة، يعني نسمع هن شو في عندهم. طيب اليوم مع سيادة الرائد نحن خلينا نقول أسابيع بتفصلنا عن الامتحانات الأخيرة للشهادات الانتقالية. اليوم مثل ما حضرتك ذكرتي أنتوا بعد الظهر ببيت وأنتوا عائلة واحدة، واليوم الأهل بيخافوا على نجاح ابنهم وبيتمنوا دائما العطاء والاستمرارية لهذا إن كان شاب أو صبي. كيف عم تجهزوا الطلاب اليوم لدخول الامتحان النهائي؟ تمام. هلا نحن في عنا حسب المراحل كل صف في له مشرفين متابعين له خاص، يعني مشرف او مشرفين هذول بيتابعوا كل النواحي الحياتيه او المعيشيه تبعيتهم، وفي عندنا كادر تدريسي متميز بكافه الاختصاصات عم بيتابع معهم كافه المواد، رياضيات، فيزياء، كيمياء، عربي، حتى للاولاد الصغار كافه المواد المرحله الابتدائيه عم يشتغلوا معهم بشكل متتابع بشكل قوي لحتى يكونوا متميزين ك
كالعادة إن شاء الله بالامتحانات. ونفسيا يعني اليوم التهيئة النفسية جدا مهمة، يعني اليوم نحن مرقنا بهي المرحلة رهاب خلينا نقول، أو كنا نحلم بعلامات كتير في الظل خايفين، اليوم هنن عندهم حالة نفسية، عندهم حالة فقدان بحياتهم. فاليوم رسالتكم رسالتين يعني قديش اليوم عم تعززوا هي خلينا نقول النفسية عند الصبية كرمال تدخل الامتحان وهي كلها ثقة بحالها. تمام. هلا نحن يوم الفحص تماما نحن بنكون كلياتنا موجودين هون من الصبح، وقبل بيوم نحن بنبقى معهم لآخر الليل، بيكونوا هن ضايجين، بيكونوا هن فعلا مثل ما حكيتي رهبة رهبة الامتحان. يمكن وجودنا معهم لا انت قادره انت دارسه انت منيحه بخفف عنهم هذا الضغط اللي عم بيعيشوا. بيشوفونا الصبح نحن موجودين معاهم ناطرينهم، يعني بننطر انه شو كيف قدمتوا كيف كذا، فهذا الشيء بيريحهم. بالاضافه للارشاد اللي هو موجود معهم مثل ما حكيت بكافه الفترات، يعني مو بس فتره الصبح، لا في عندنا فتره بعد الظهر والفتره الليليه كمان، انه هو فتره الليل اللي الطالب ممكن يكون خاصه الصغار انهم بحاجه ام موجوده معهم، ففي عنا كادر موجود معهم وعم بيحاول قدر الامكان يعطيهم دافع انه لا نحن رح نكون منيحين كثير بكره. سيطرة بس ضويتي على نقطة يعني ما فيني ما أسألك عنها، وهي الإرشاد النفسي الموجود ضمن مدارس إن كان بنات الشهداء أو أبناء الشهداء. اليوم حالة الفقد هي عامة بهذا العمر، وخاصة بعمر خلينا نقول 13-14 هي عمر المراهقة، واليوم الأهالي العاديين يعني نحن عم نعاني والأهالينا عانوا بهذا العمر مع أطفالهم. اليوم المرحلة جدا حساسة، شو أهم ما بنقول المشكلات يعني أو المرشدات ممكن يقول لكم أنه هالطلاب عم بيعانوا أو الطالبات عم بيعانوا منها، هل اليوم حالة الفقد هي أساس المشكلة الموجودة؟ سوق لأهاليهم هي فيني بقول لك 90% هي من هيك اللي شاغل تفكيره، انه هي دائما انه انا طبعا اللي فاقده اما هيدا يعني حاله ثانيه، هي عمليا هي يتيمه انه فاقده الوالد والوالده، يعني هي حدا مكسور تماما، فنحن عم نشتغل عليها لهيدي. هلا اللي والدتها موجوده بضل انه انا امي شو عم تشتغل، انه انا مشتاقت لها انا بدي اياها، بهذا انه لا بتجي لعند المرشده او هيك انه لا الماما هي منيحه بنخليهم يتواصلوا معهم، اكيد يعني تواصلوا معهم لا انت تمام انت لازم تكوني منيحه كرمال ماما كمان هي تكون منيحه، فبنشتغل على هذا الجانب، بنشغلهم بنشاطات بنشغلهم بشغلات بتفيدهم يعني، فالحمد لله يعني عم نقدر نطلعهم من هذا الجو، ولكن بالنهايه يعني هذا احساس شعور يعني شعور اليوم ولكن أكيد. يمكن ليلى سمعنا كثير امثله وان نماذج من ابناء وبنات شهداء كانوا ضمن المدارس، كبروا تعلموا اشتغلوا ورجعوا للمدارس تماماً، رجعوا كموظفين كمرشدات. خلينا نحكي هاي الناحيه، قد اليوم مهم انه ابن المدرسه يكون مرشد فيما بعد او يكون متواجد، يمكن بيفهم الوضع عن قرب اكثر، يعني بحس فيهم اكثر للطلاب، بحس بوجعهم لانه يمكن هو عاش لهذا الوجع سابقا. نحن عندنا كثير من الطلاب اللي طبعا اللي كانوا سابقين واجوا كملوا شغلهم هون بالمدرسة كمشرفات كمعلمات كمرشدات، يعني بيتهم عمليا هن ما حبوا ابدا انه يغادروا هذا البيت لانه شافوا فيه الامان والاستقرار اللي هن محتاجينه. لكن اليوم نلاحظ انه فعلا يمكن الظروف الصعبه الفقدان في كثير حتى كانوا اطفال صغار، الظروف الصعبه يمكن قد ما عانوا من الفقد وخلينا نقول الخذلان فقدان اغلى الاحباب، يمكن هذا الشيء خلاهم لبعدين فعلا يكون عندهم اراده قويه لما بيشوفوا حالهم هن عم بيحققوا هذا الشيء. خلينا نحكي اذا في هيك نماذج مميزة يعني اليوم. تمام. هلا انا ما شفت ولا طالب من ابناء الشهداء انه هو ضعيف، سواء هو طفل او باي مرحله، يعني متخرجين شباب، دائما هذا الشعور الفقد او شعور انه هو لحاله ممكن او شيء، هو عطاه قوه ما عطاه ضعف. المدارس اشتغلت على موضوع انه سقلط له شخصيته اكثر لحتى يكون اقوى، لحتى يكون قادر يندمج بالمجتمع اللي هو عايش فيه، يكون حدا منتج اكثر، يكون حدا انا ماني ضعيف انا قوي انا قادر اكون باي مكان بيتوجب اني يكون موجود فيه. فالحمد لله اولادنا كثير كثير متميزين بكافه النواحي.
سيادة الرائد، بس خليني أسألك على مدة المتابعة لذوي الشهداء إن كان بنات أو أبناء الشهداء بالمرحلة الدراسية، متابعتكم لهم فيما بعد؟ هلا نحن هون بالمدارس الداخلية هي فقط للمرحلة الثانوية، أكيد نحن منتابع أخبارهم وإلى آخره، ولكن من ناحية التعليم الجامعي هذا الشيء موجود بالمديرية، المديرية بتابعه من خلال المكاتب الخاصة فيها، ولكن كمدارس نحن من المرحلة الابتدائية للمرحلة لنهاية المرحلة الثانوية. سيادة الرائد، بدنا رسالة من حضرتك بهذا اليوم المميز. هلا للطلاب الموجودين بالمدارس بالتحديد، انا بقول لهم انه ان شاء الله التعب اللي انتم تعبتوه واستشهاد والدكم وفي منهم شهادة والدتكم كمان، هنن ما راحت على الفاضي، وانتم راح تكملوا ونحن معاكم، رح نتابعكم، رح نفرح لنجاحكم، رح نكون ناطرين نشوف طلاب أو أشخاص متميزين عم يسعوا لبناء المجتمع، عم يزدهروا هنن وعم يزدهر بلدهم بوجودهم. وشكرا لكل عيلة وكل المحبة لكل عيلة ولكل أم قدمت شهيد لحتى تبقى سوريا ولحتى نبقى نحن. بدنا نشكرك لليوم وهيك، ونشكر استضافتكم لنا، بدنا نقول الرحمه اكيد لكل الشهداء، والله يعطيكم الف عافيه بالرساله الانسانيه التربويه التعليميه اللي عم تشتغلوا عليها. شكرا لحضرتك سياده الرائد باسمه ادريس، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، وان شاء الله رب العالمين بيقدرنا لحتى نتابع عملنا ويقدرنا نخدمهم لأولاد الشهداء على أكمل وجه وما نقصر بحقهم. آمين. أكيد آمين. مشكورة جهودكم، شكرا لك سيادة الرائد ولكل الكوادر القائمة اليوم بمدرسة بنات وأيضا مدارس أبناء الشهداء، شكرا لك. يا أهلا وسهلا.